أعزائي الكرام، محبي الخط العربي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نستكمل سويا سلسلة تعلم خط الرقعة، ومعانا النهاردة في الحلقة العاشرة حرف الصاد والضاد. نشوف مع بعض حرف الصاد. بسم الله. حرف الصاد في خط الرقعة سنة صغيرة خالص. كنت أعمل كاسة الصاد. حرف الضاد لما تكون مفردة، ولما تكون في أول كلمة كأني بكتب نون كده. طبعا ما بكتبش نقطة الضاد، الجزئية الأخيرة دي بتمثل. طيب شوف اتجاهات الحرف. ماشي كده 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 اهو، والف الكاسة بتاعتي. ماشي، هنا كذلك نفس الكلام. كده اهو. طيب معانا كمان الضاد دهي او الصاد دهي. الصاد النازلة برضو زي ما اتكلمنا في السين النازلة اللي جت مع حروف كلمة حرف الجيم وحرف الميم وحرف الهاء وحرف الياء. طب نشوف الكلام ده عملي. الضاد ده ايه؟ مع الجيم الصاد او الضاد، مع الجيم او الحاء او الخاء الصاد دهي. مع الميم الصاد دي برضو نفس الكلام، مع الهاء سواء الهاء السبعة او الهاء عين الهرة دهي. ماشي، الصاد دهي مع الياء كده. بكده اتضح لنا الجزئية بتاعة الصاد النازلة ده اللي بتيجي مع الحروف التحتية اللي زي الجيم والحاء والخاء والميم والهاء والياء. طيب عايزين نشوف الصاد الوسطية. الصاد الوسطية شكلها ايه؟ شوف معايا، انا جايب حرف ال ب مثلا، ايوه، اطلع فوق ويجيب الصاد متركبة كده. ماشي، طبعا الصاد ليها سنة. طيب نفس الكلام مع الضاد، ايوه
جاي اهو، رد انزل كده اهو بنفس الطريقة دي. شوف الاتجاهات، دي بنقول ضاد متطرفة، ماشي. تبقى اتفقنا ان الصاد او الضاد النازلة ده هي بتيجي مع الاربع حروف دول، ماشي. و التانية بتيجي مع بقية الحروف الهجائية، مع بقية الحروف الهجائية. طيب نرجع لقلمنا الصغير ونكتب بعض الكلمات اللي فيها حرف الضاد، وليكن كلمة فضل مثلا. ماشي. توضيح أو وضوح. ماشي. تصوير. صابر. غامض الضاد. ماشي. صور. وهكذا يتضح لنا الرسم الصحيح بتاع حرف الصاد وحرف الضاد. وإلى هنا أعزائي الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، متمنين لكم الاستفادة الكاملة، ونرجو منكم أن تكتبوا كتير وتتابعوا وتستمروا وما تزهقوش وما تيأسوش حتى تصلوا إلى المستوى الأفضل والأجمل. ونرجو إذا كان في استفادة أن تدعمونا بلايك وشير وندوس اشتراك علشان الحلقات توصلنا بالترتيب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.